مساء الخير على كل مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان. في خدمات طبعا هنا بتتقدم من قبل المستشار مرتضى منصور لأعضاء الجمعية العمومية داخل نادي الزمالك، منها البلاي ستيشن، ومنها طبعا تنس الطاولة، ومنها التراك اللي موجود على أحدث مستوى، الجيم كمان، المكتبة اللي موجودة. احنا النهاردة من الخدمات اللي بتتقدم للأعضاء من داخل الملاعب الخماسية، ملاعب المشير طنطاوي، طبعا حدث ولا حرج، ثلاث ملاعب على اعلى مستوى. هنتكلم عن هذه الخدمه اللي بتتقدم للاعضاء مع الكابتن عادل حميدو مدير الملاعب الخماسيه بنادي الزمالك. كابتن عادل، برحب بحضرتك. اهلا بيكم في ناديكم، وطبعا بنشكر سياده النشار ان في طبعا من ضمن الانجازات الملاعب الخماسيه الملاعب المشير طنطاوي عندنا ثلاث مراحل سنيه. المرحله الاولى الملعب الاولاني بيبتدي من سن 8 سنين 12 سنه حسب طبعا اوامر المستشار، والملعب الثاني من 13 سنه ل 20 سنه، والملعب الثالث اللي هو ورا ده بيبقى للكبار. كابتن عادل، عايز اعرف من حضرتك الملاعب بتتفتح امتى للاعضاء وبتقفل امتى؟ في مواعيد العمل الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 12 بالليل، يعني حوالي 15 ساعه متواصلين الملعب ما بتقفلش خالص، والاولاد بييجوا يروحوا يلعبوا ويلعبوا في النادي ويجي تاني يلعبوا هنا في الملاعب الخماسيه، ومبسوطين جدا ان طبعا الملاعب دي فري للاعضاء، وهم مبسوطين جدا بالملاعب لان في نظافه وفي اهتمام، وطبعا في كور ساعه المشار جايبها للاولاد، اذا ما فيش كوره معاه بياخد كوره من هنا يلعب بيها، اللي معاه كوره بيلعب بكورته. عايز اعرف حضرتك كمان في دورات بتتنظم هنا في رمضان وغير رمضان؟ بالفعل طبعا كان في دوره رمضانيه السنه اللي فاتت وكان بيشرف عليها ساعه المشار، كانت بقرار منه يعني، وكان الكابتن احمد دابس موجود اللي هو حضرتك دي مجلس اداره، والدوره دي كانت فيها جوائز جميله جدا ولمت اعضاء كبيره جدا، وكانت احلى دوره في انديه مصر كلها لدرجه ان هي سمعت في انديه نادي الصعيد ونادي الجزيره وكل الانديه اللي بتعمل دورات جم سالوني على الدوره وقالوا لي انتوا عملتوها ازاي. الدوره كانت جميله جدا جدا، وكان فيها حكام معتمده من الاتحاد، وان شاء الله الدوره الجايه باذن الله بكده طبعا سياده المشار هتعمل على اعلى مستوى، وفيها شركه كبيره هتمسك الدوره. يعني ممكن نادي بعض اللاعبين او الاعضاء اللي بيلعبوا كده نتكلم معاهم عن الخدمه اللي بيقدمها المستشار مرتضى؟ اكيد ملاعب على احدث مستوى انجي، وزي ما انت شايف الصوره انجي كمان، الملاعب فيها اضواء كاشفه ممكن يلعبوا بالليل عادي مفيش اي مشكله. هنتكلم مع بعض اللعيبه او الاعضاء اللي هنا داخل نادي الزمالك. تعرف بيك مالك عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. رايك في الملعب بقى مالك وتقول المستشار مرتضى؟ بشكر المستشار مرتضى طبعا، الملعب يعني وفره لنا وكل حاجه موجوده في الملعب، والملعب حلو بصراحه ما فيش اي غلطه خالص. الملعب بيبقى فاتح صبح وليل، ويفضل الصبح والليل ما بيقفلش. شكرا ليك يا مالك، روح العب. اسمك ايه؟ يوسف. عندك كام سنه يا يوسف؟ 14. رايك في الملعب يا يوسف، وعايز تقول للمستشار مرتضى على الخدمه الجميله اللي بيقدمها؟ اقول له شكرا جدا ان هو عمل لنا الملعب وخلى لنا حاجات كتير قوي في النادي، وجاب لنا الليل نلعب هنا صباح ومساء، ونلعب زي ما احنا عاوزين، ولا ماتش ولا اتنين، نلعب زي ما احنا عاوزين. اسمك ايه؟ اسمي علي. علي؟ عندك كام سنه؟ عندي 11. خلصت امتحانات؟ لسه. شاطر في المدرسه ولا لا؟ اقول والله اشتغل، اشكر اللي هو عامل لنا الملاعب دي ووفر لنا يعني مجانا، خلانا مجانا وكمان نلعب فيها صبح وليل، وانا بشكره جدا. كمل اللعب. اسمك ايه؟ اسمي بدر. بدر، عندك كام سنه يا بدر؟ عندي 11. شاطر في المدرسه؟ شاطر. زي اللعبه كده. تقول ايه بقى المستشار مرتضى وانت بتيجي هنا على طول اصلا بتلعب هنا؟ لا اسبوع عشان يعني لسه واخد اجازه كده. تيجي على طول بقى بعد كده. اشكر المرتضى منصور اللي هو عمله لنا وخلى كل حاجه وفتح الملاعب وعمل لنا الملاعب، واشكر المستشار مرتضى منصور اللي هو عمله لنا وفتح لنا نلعب في الصباح والمساء. يلا روح كمل لعب. اسمك ايه؟ محمد. توصل للكاميرا. عندك كام سنه؟ 9 سنين. زملكاوي؟ تحب مين من لعيبه الزمالك؟ زيزو. مين كمان؟ عواد. وعواد بتقف جول؟ اساسا لعيب. بس تقول المستشار مرتضى بقى والملاعب الجميله اللي انت بتلعب جدا على اللي انت وفرت لنا الملعب ده صبح وليل نلعب بيه براحتنا، مش ماتش او ماتشين ونمشي من غير فلوس. غير فلوس ما بتدفعش حاجه كمان؟ لا ما بدفعش. شكرا ليك. اسمك ايه؟ ياسين. عندك كام سنة؟ 10. 10 سنين. تقولي بعد ما تشتغل ربنا لينا عشان نعمل لنا ملاعب نلعب فيها براحتنا، اي ماتشين تلات ماتشات عادي بيوفرها لنا. شكرا ليك. شكرا. كمل لعب.
اتفضل يا كابتن عادل. في ملحوظه عايز اقولها، في انديه كبيره في مصر عاملين للاعضاء باسعار طبعا رمزيه وفلوس، طبعا هو رافض تماما ان العضو يدفع فلوس في اللعب او كده، ان عامل حاجات كتير جدا فري زي بلاي ستيشن وتنس طاوله والبلياردو وحمامات السباحه والكلام ده، مفيش حد بيدفع فلوس في اللعبات ديت. في الانديه الثانيه بياخدوا منهم ومش محتاجين، يعني ده طبعا ده انجاز من ضمن الانجازات. شكرا كابتن عادل. العفو يا فندم. انجي دي كانت يعني عملنا سبوت كده سريع على ملاعب المشير طنطاوي، الملاعب الخماسيه داخل نادي الزمالك، خدمه من الخدمات المهمه جدا المهتم بيها كل الاعضاء الصغيرين والكبار بيقدمها المستشار مرتضى منصور لاعضاء نادي الزمالك. في خدمات كتير كده جدا هنا في نادي الزمالك، هنبقى اول باول كده. والنهارده الخميس كمان يا انجي، عايز اقول لك كمان ان النهارده خلاص الاجازات بدات، هيبقى في كل الاماكن مشغوله وهيبقى زحمه جدا، وهيبقى كل حمامات السباحه هيبقى عليها يعني اقبال كبير جدا الفتره النهارده الويك اند، وكمان الحدائق وكمان المكتبه، يعني بدا النادي يبقى مزدحم النهارده الخميس الويك اند. يعني واضح ان كل الاعضاء بيجي يستمتعوا داخل نادي الزمالك، بيقضوا يوم جميل خميس وجمعه. يعني نتمنى التوفيق طبعا للمستشار مرتضى منصور ومزيد من الانجازات في الفتره القادمه. دي كانت كواليسنا هنا انجي، الان بالتاكيد عوده ليك مره اخرى، اليك الكلمه، تفضلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد ساهر. والحقيقه انه دايما لو هنتكلم عن يعني نادي الزمالك والانشاءات وتطور داخل الانشائي داخل نادي الزمالك وتطور الخدمات في نادي الزمالك حاليا، فلا يعني سياده المستشار مرتضى منصور عامل او خلى النادي دلوقتي على اعلى مستوى. بنشوف الزمان النادي كان عامل ازاي، بنشوف دلوقتي الوضع الحالي النادي عامل ازاي، الحدائق، الخدمات اللي موجودة، ملاعب الجودو والكراتيه الجديدة اللي اتعملت، الأماكن طبعا المطاعم والمحلات اللي تم تأجيرها، الإكستنشن الجديد اللي اتعمل للنادي، كل الحاجات ديت فرقت بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك. ولما دايما بنسأل الأعضاء المتواجدين أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي، لا يعني بيكونوا سعداء جدا، لأن الناس دي أكتر ناس سعيدة بكل الخدمات اللي بتتعمل وكل الحاجات اللي بتتعمل داخل النادي، واللي طبعا بنشكر عليها سيادة المستشار مرتضى منصور. واللي بنتمنى بقى إن احنا نشوف نادي الزمالك طبعا في 6 اكتوبر بقى يكون بقى اكيد حاجه في حته تانية خالص، هيكون اكيد نادي على اعلى مستوى، لما برضو بتبقى بتعمل حاجه لسه من البدايه بيبقى الموضوع اسهل من ان انت تكون بتعدل او بتظبط حاجات ممكن تكون يعني كانت مش في افضل حال. ففكره ان احنا لسه بقى بنظبط النادي، بنعمل نادي جديد في 6 اكتوبر دي، ان شاء الله هيكون نادي على اعلى مستوى يليق بكل اعضاء وجماهير نادي الزمالك. وطبعا بقى زي ما انتم عارفين المفاجاه والحاجه الجديده، طبعا هيكون في نادي كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه، هيكون في كلام عن نادي هيتعمل في العاصمه الاداريه. وفعلا بدا سيادة المستشار مرتضى منصور ان هو بدأ في اجراءات انه ياخد قطعة ارض يبني عليها النادي، وبالفعل زي ما قلنا برضو من كام يوم انه بدأ العمل فعليا في نادي الزمالك في فرع 6 اكتوبر، بدأ العمل فيه فعليا، وان شاء الله يكون جاهز في اقرب وقت ممكن.